بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده معادنا مع اول دروس الوحده الثانيه، وده بعنوان البيئه نظامها ومواردها. في البدايه بنحب نعرف يعني ايه البيئه. بنقول ان البيئه هي كل ما يحيط بالانسان، سواء كان من كائنات حيه او مكونات غير حيه، بيتبادلوا مع بعض عمليه التاثير والتاثر. يعني الانسان يؤثر في البيئه ويتاثر بها، بمعنى ان البيئه بتضم في محيطها مجموعه من المكونات: الغلاف الجوي بما فيه من غازات، والغلاف المائي وما يحتويه من كائنات، والغلاف الصخري، والغلاف الحيوي اللي هو أنواع مختلفة من الكائنات. طيب لما نيجي نشوف مراحل تفاعل الإنسان مع البيئة، هنلاقي إنها علاقة الإنسان بالبيئة مرت بأكتر من مرحلة. في البداية أو المرحلة الأولى، كان الإنسان أو إنسان العصر الحجري القديم عايش حياته بيبحث عن الماء وعن الغذاء، يعني حياة تنقل وترحال، وبالتالي تأثيره على البيئة في بداية هذه المرحلة يكاد يكون معدوم. في نهاية المرحلة الأولى توصل الإنسان لفكرة اكتشاف النار، ومن هنا أصبح ليه تأثير ولكن مازال محدود. بعد كده نزل الإنسان من الهضبة إلى الوادي بعد حلول الجفاف، فبدأت المرحلة الثانية من علاقته مع البيئة اللي اتعلم فيها الزراعة، وبدأ مع عمليات الزراعة بيحتاج إلى ضبط الأنهار وشق القنوات وإقامة السدود، فأصبح للإنسان تأثير نوعا ما على البيئة. ونقدر نقول أن هذه المرحلة هي بداية التفاعل الحقيقي بين الإنسان والبيئة. نتج عن نشاط الإنسان في مجال الزراعة بعض المخلفات، ولكنها مخلفات أو نفايات غير ضارة. إذن تأثير الإنسان في هذه المرحلة تأثير غير ضار بالنسبة للبيئة. في بداية القرن الـ18 بدأ الإنسان فكرة الثورة الصناعية اللي قامت أساسا اعتمادا على الوقود الحفري وخاصة الفحم، فبدأ معها إطلاق كميات كبيرة جدا من الملوثات والغازات، ومن هنا بترتبط المرحلة الثالثة ببداية التأثير السلبي للإنسان ومشكلات التلوث المختلفة. في المرحلة الرابعة زاد الإنسان من نشاطه وزاد استخدامه المفرط للتكنولوجيا، فتأثرت البيئة بأضرار كبيرة جدا، وبدأت تظهر مشكلات الاحتباس الحراري واستنزاف الموارد وذوبان الجليد ومشكلات الفيضانات وحرائق الغابات. يعني بلغت علاقته بالبيئة أسوأ مراحلها. ومن هنا ظهرت مجموعة من النظريات اللي بتفسر علاقة الإنسان بالبيئة. أول نظرية هي اسمها النظرية الحتمية البيئية أو الحتمية الجغرافية، اللي بتقول إن الإنسان يخضع خضوعا مطلقا للبيئة، وإن البيئة اللي بتتحدد كل عوامل حياة الإنسان وبتتحكم في كل أنشطة الإنسان المختلفة. ولكن لاقت هذه النظرية بعض الانتقادات لأنها أهملت وأغفلت دور الإنسان الإيجابي. وعلى سبيل المثال، دولة زي دولة اليابان موقعها الجغرافي بالنسبة للعالم هو موقع منعزل يصعب اتصالها بالعالم الخارجي، ولكن مع تطور التكنولوجي وتفوق الإنسان تغلبت اليابان على فكرة الحتمية البيئية وفكرة الموقع المنعزل. ومن هنا ظهرت نظرية تانية، وهي النظرية الإمكانية أو الاحتمالية، اللي بتقول إن الإنسان هو سيد البيئة وهو اللي بيخضعها لسيطرته وإنه بيتحكم فيها. وبتستدل على ذلك بإن إنسان العصور القديمة زي الإنسان المصري القديم استطاع بناء السدود زي سد اللاهون لضبط مياه النيل، كما إن الإنسان المعاصر بنى السد العالي ليتحكم في الفيضانات ويخزن المية. وبرضو هذه النظرية لاقت بعض الانتقادات لأنها بلغت في دور الإنسان، ومما أدى إلى أن الإنسان بنشاطه وتطوره وبجهوده أضر بالبيئة أضرار بالغة جدا، ونقدر نقول الإنسان بنشاطه يدمر البيئة اللي هو عايش فيها. ومن هنا ونتيجة فشل النظريتين في إيجاد تفسير مقنع للعلاقة بين الإنسان والبيئة، ظهرت النظرية الثالثة وهي النظرية التوافقية، اللي بتقول أن كل من الإنسان والبيئة بيتبادلوا التأثير والتأثر. يعني لا سيادة مطلقة للبيئة ولا سيادة مطلقة للإنسان. العنصر الثاني من الدرس بيتكلم على فكرة النظام البيئي. يعني إيه نظام بيئي؟ البيئة في مجملها بتتقسم إلى وحدات أصغر، فهناك النظام الصحراوي، النظام الاستوائي، النظام المراعي، النظام البيئي البحري. وبالتالي بنقول إن النظام البيئي عبارة عن وحدة
مساحية من الأرض بتضم كائنات حية ومكونات غير حية فيما بينهم جميعا تفاعل. هذه العناصر يجب أن تبقى في عملية توازن مستمر. ليه؟ لأن الحفاظ على توازن هذا النظام هو الحفاظ على سلامته واستقراره وبقائه. النظام البيئي بيكون مجموعة من العناصر اللي بتدخل إلى هذا النظام بصورة وتخرج بصورة أخرى، فبنسميها مدخلات ومخرجات النظام البيئي. من هذه العناصر الشمس، إن الشمس تدخل إلى النظام البيئي على شكل أشعة كهرومغناطيسية ساقطة من الشمس وتخرج على هيئة شعاع أرضي منعكس أو مرتد زي ما شرحنا قبل كده في فكرة الاستشعار عن بعد. العنصر الثاني هو المية، كيف تدخل المياه إلى النظام البيئي؟ إن لما تحصل عملية تسخين مياه البحار تؤدي إلى التبخير، وبعد كده يتصاعد بخار الماء ويتكاتب ثم يسقط على شكل مطر. طب كيف يخرج من النظام البيئي؟ يخرج على شكل تبخير أو عن طريق نتح النباتات. العنصر الثالث هو التربة، كيف تدخل التربة إلى النظام البيئي أو كيف تتكون؟ عن طريق تفاعل عناصر الجو، الشمس، درجة الحرارة، المية، الهواء، يؤدي إلى تفتيت الصخور وبالتالي نحتها ثم نقلها وترسبها إلى أماكن أخرى. طب كيف تخرج التربة من النظام البيئي؟ على شكل عوامل التعرية أو تجريف التربة. طيب النبات الطبيعي، يقوم الإنسان بزراعته واختراع أساليب جديدة، كما ممكن تتعاون عوامل الجو والمية في إنبات البذور اللي مختلطة بالتربة ويخرج النبات عن طريق الحصاد. الحيوان طريقة دخوله تشابه طريقة خروجه، وهي الانتقال من بيئة إلى أخرى، وقد يخرج بطريقة أخرى عن طريق الصيد أو الموت أو الهجر. الإنسان عنصر هام جدا في هذا النظام، يتأثر بكل عناصر البيئة سواء بالسلب أو بالإيجاب ويخرج من النظام عن طريق الموت. طيب كيف يمكن أن يحدث خلل في التوازن البيئي؟ يحدث الخلل في التوازن البيئي بسبب النشاط الإنساني، على سبيل المثال الثورة الصناعية وما ألقت به من كميات ضخمة من الغازات زي ثاني أكسيد الكربون اللي زادت نسبته بدرجة كبيرة جدا مما أدى إلى مشكلات بيئية خطيرة. من أوجه النشاط الإنساني اللي بتؤدي إلى الخلل في النظام البيئي الصيد الجائر أو التعدين الجائر أو القطع الجائر للأشجار، مما يؤدي إلى خلل في نسب غازات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، وبيضر أيضا بيؤدي إلى تشريد العديد من الكائنات الحية. قد يحدث أيضا الخلل عن طريق إدخال كائن أو إخراج كائن من المنظومة البيئية أو من النظام البيئي. فمثلا الولايات المتحدة الأمريكية لما أخذت قرار بالتخلص من طيور الصخور والبوم، واستطاعوا في عام واحد قتل أكثر من 125 ألف طائر، أدى ذلك إلى انخفاض شديد جدا في إنتاج محصول الذرة، ده لأن البوم كانت هي العدو الطبيعي للفئران اللي بتأكل محصول الذرة. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.